السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم العجين المورق. غادي توجدوها وتخليوها عندكم فين ما تبغيوها تلقاوها وتخدموا بها المملحات. غنبداو على بركه الله. غادي ندوزوا المقادير. هنا عندي تقريبا كيلو و 200 غرام ديال الدقيق، كندير كاس ديال السنيده، معلقه ديال حليب بودره، كندير شويه الملحه، جوج فانيات صافي، وكنزيد واحد جوج معلقات ديال الخميره حبيبات، كنخلطو مزيان مع بعضياتهم بحال هكا صافي. تا كيتخلطو لينا مزيان كنزيد عليهم كاس لاروم ديال الزيت، نفس الكاس عبر به المقادير كلها باش يكون المقادير مضبوطه صافي. وهنا عندي ثلاثه الكيسان ديال الحليب، كندير فيهم غير شي شويه صافي، وكنجمع بهم بحال هكا الخليط، كنبقاو مره مره شويه كنخويو حتى كنجمعوا الخليط كله. ومن بعد كنزيدو كاس ديال الماء، بحال عندنا ثلاثه الكيسان ديال الحليب وكاس ديال الماء، هاد الكاس كنزيدو بشويه بشويه تدريجيا. تقدر تكملوا الكاس، تقدروا ما تكملوش على حسب النوعيه ديال الدقيق، يقدر يشد لكم يشط لكم شي شويه ديال الماء صافي. كنجمعوا بحال هكا مره مره، كنزيدو العجينه ما كنديروش مرخوفه، كنديروها شويه قاصحه صافي. كنعجنوا بحال هكا بهذه الطريقه، من بعد ما جمعتو كندلكو غير شي شويه حتى كتدخلنا العناصر كلهم مع بعضياتهم صافي. كنديرو في اناء وكندير عليه شويه ديال الزيت من الفوق صافي، وكنغطيه بالسلوفان. مي كنغطيه في السلوفان كنخليه يرتاح تقريبا واحد ربع ساعه، ما بين ربع ساعه حتى ثلث ساعه، حتى كيتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما كيتبان لنا الضعف الحجم ديالو صافي، كندوزو نخدمو به. هانتوما كيما شفتو بحال هكا ضعف الحجم ديالو، هنا تقريبا خدا لي واحد ثلث ساعه صافي. كنبدا نحيدها من الاناء بحال هكا، كنجمعها من الجناب صافي، وكنحيدها كنرش شويه ديال الدقيق مره مره، كنستعنو بشويه ديال الدقيق غير ما نكثروش الدقيق صافي. هنا قسمتها انا على جوج. هنا انا العجين المورق دوبلت المقادير، نتوما ديروا غير نصف الكميه، الا جاتكم كثيره ديروا النص ديال الكميه ديال المقادير صافي. كنجمعهم بجوجات بحال هكا كنشكلهم، وكنغطي وحده كندوز نخدم بها، والاخرى اللي ما غنخدمش بها كنخليها، كنغطيها بالسلوفان باش ما ديرش لنا واحد القشره من الفوق صافي. من تنبغيو نخدموا بها وعاد كنحيدوا لها السلوفان صافي، كنخليها بحال هكا فوق سطح العمل، وكناخذوا الاخرى كنبداو نخدموا بها. كناخذ هنا المدلك صافي، وكنبدا نورق فيها، كنحاول نسرحها كلها من الوسط ومن الجناب، ضروري كنبقاو ندورها مره مره بحال هكا، وحنا كنسرحوا بالمدلك حتى كنبسطوها كلها. هنا انا عندي الزبده رابعه، كل نص كندير ليه رابعه ديال الزبده، بحال عندي كيلو ديال الزبده، هنا درت رابعه، والاخرى اللي بقات حتى هي كندير لها رابعه ديال الزبده صافي. شديت انا الزبده قبل، حكيتها في الحكاكه صافي، ودرتها في الثلاجه حتى الوقت اللي كنبغي نخدم بها عاد كنجيبها. درتها بحال هكا فوق العجينه كما شفتوا، درت الاخر فوق منها صافي، وكنسرحها كلها حتى كتسرح معايا صافي، وكندير وحده فوق الاخرى، وكنبقى بهذه الطريقه عاوتاني كنحاول نورقو مزيان حتى كتورق معانا بحال هكا، وكندير وحده لتحت والاخرى فوق منها صافي. وكنبقاو نديرو هذه الطريقه ما بين أربعة المرات حتى الخمسه، قد ما ورقناها مزيان بالمدلك ودرنا وحده فوق وحده كتجينا العجين المورق مورقه مزيان، وكتخدم معانا حتى في الكرواسه ولا في اي حاجه درناها كتجينا محلوله من الداخل صافي. سرحتها بحال هكا كيما شفتوا، تكملتها خمسة المرات صافي، وقطعتها معاكم هانتوما كيما غتشوفوا، جات مورقه من الداخل هانتوما شفتوها كي محلوله صافي. غندير ليها السلوفان، وكنديرها انا في الثلاجه في فريغو، الوقت اللي كنبغي نخدم بها كنلقاها موجوده، فين ما نبغي نصوب كرواسه لو نصوب اي حاجه ديال انواع ديال الكرواسه كنجبدها صافي، وكنخليها غير شي شويه كتبرد صافي، وكنسرحها بالمدلك كندوز نخدم بها. غير ديروا هذه الطريقه راه غادا تعجبكم بزاف. صحه وراحه.